السلام عليكم خاوتنا، اليوم راهي كاينه اخبار مفرحه انه عدد من رجالات اعمال العصابه وفي نفس الوقت عدد من السياسيين وعدد من التابعين لهذه العصابه اللي نابتهم الجزائريين راهو يتم توقيفها واعتقالها. هذا امر نشوفه مفرح للجزائريين على الاقل لاسترداد اموالهم المنهوبه. ولكن المشكله اللي راني مانيش قادر نلقى لها حل هو الخبر اللي قريته وسمعته، عندي حوالي 24 ساعه نحاول نتاكد منه، اللي هو اجتماع ضم الفريق محمد مدين المدعو توفيق، اللي هو بشير طرطاق مدير المصالح الامنيه المخابرات سابقا، سعيد بوتفليقه رئيس العصابه، وسيريا من زروال كان اللي اكد انه كان في اللقاء، كان اللي ينفي انه كان في اللقاء، يقول بلي كان جاي وراح. هذه المجموعه التاقات بضباط في المخابرات الفرنسيه، كان اللي يقول بلي تلاقاو في الاقامه الرئاسيه تاع زيرالدا، وبالتالي تحت اعين الامن الرئاسي، كاين اللي يقول لك تلاقاو في السفاره الفرنسيه وبالتالي تحت اعين الشرطه الجزائريه اللي تراقب السفاره الفرنسيه، وهذا امر متعارف عليه، وكاين اللي تقول لك تلاقاو في اقامه محمد مدين المدعو توفيق في حيدره، وهي منطقه ثانيه مراقبه بكاميرات وما شابه، وهي لاصقه في الفيلا تاع خالد النزار. هذه الناس اللي تلاقاو في اصل المعلومه لخيانة الوطن وإثارة الفتن وإثارة القلائل وخريب الوطن وما شابه، وبالتالي الأصل من المؤسسة الأمنية اللي ضبطت خيانتهم أنها تقدمهم للعدالة، أنها تحقق معهم وتقدمهم للعدالة باش يتم إعدامهم، لأن القانون الجزائري يقول بلي في وقت الأزمات من يتخابر مع أي دولة أجنبية في وقت الأزمات العقوبة نتاعو هي الإعدام شنقا. بالتالي أصل الشيء أنه إذا هذ الناس في ثلاثة، الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق مدير المخابرات الحالي وايضا سعيد بوتفليقه ارتكبوا جريمه الخيانه، الاصل انه الناس هذو يتم اعدامهم ويجب تقديم الادله على خيانتهم. الخيانه هذه راهم يقولوا بلي صرات يوم الاربعاء، فات الخميس، فات الجمعه، فات السبت، ورانا داخلين على بوابه الحد، والناس هذو ما شفنا حتى دليل يثبت ولا ينفي الامر هذا. في نفس الوقت صدر بيان من وزاره الدفاع الوطني يقول باللي كاينه مجموعه من الاشخاص راهم يعقدوا لقاءات مشبوهه الهدف منها اثاره الفتن في البلاد، وبالتالي هذا نفس البيان من بعد نقلت وسائل الاعلام الجزائريه هذا الخبر وسمات الاشخاص سعيد بوتفليقه وطرطاق وتوفيق. انا نظن باللي مؤسسه الجيش الوطني الشعبي مجبره على تقديم الادله، لانه هي حامي البلاد في الاصل، وهي اللي تصون البلاد، وهي مؤسسه دستوريه ملك للوطن وملك للشعب. واذا الخيانه هذه تم اكتشافها من طرف مؤسسه الجيش اللي اصدرت البيان، الاصل انه الناس هذو يتم اعتقالهم، الاصل انه الناس هذو يتم محاسبتهم ويتم اعدامهم. وانا نظن ولا نعتقد انه اي انسان يخون بلاده في مرحله كما لا يجوز فيها بلادنا، الاصل انه يعدم مباشره. بالتالي احنا نطلبوا من هذه وزاره الدفاع الوطني انه تعطينا واحد تعطينا الاسماء، اثنين تعطينا الادله، ثلاثه تحاكم الناس هذو ونسمعوا هذا الفريق محمد مدين شكون اللي زيري مون تاعو، وهذا بشير طرطاق شكون اللي زيري مون تاعو، لانه الخيانه اذا كانوا فيها ثلاث اشخاص بصفات هذ الاشخاص اللي كانوا ثم معناتها المجموعه راهي كبيره. هذا اذا فرضنا انه المعلومه صحيحه، اذا فرضنا انه المعلومه خاطئه، الاصل انه ناشر المعلومه واي انسان تناول المعلومه الاصل انه يعاقب، لانه واش راك التهم اللي تتهم بها هي تهم خيانه عظمى وتوهم خطيرة جدا جدا جدا. بالتالي أنا نطلب من وزارة الدفاع الوطني ونطلب من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أنه واحد يعطينا الأدلة ويعطينا أسماء الشخصيات ويتم اعتقال هذه الشخصيات. أما أنه تعتقل لرجالات أعمال اللي باش تغطي على المعلومة اللي صدرت البارحة، أنا ما أشوفهاش مقبولة. أنا نتمنى أن الناس هذو يتم اعتقالهم، وفي نفس الوقت الناس هذو اللي أنا نتكلموا عليهم سعيد بوتفليقة انا بهاجمه ما كاش كيفاش نكون معاه، طرطاق رفع بيا قضيه تعود لست شهور وشرعت عليها ومشيت عليها للحبس، ومحمد مدير في وقته في 2014 فجرت له قضيه جيزي، فضيحه جيزي للفيديوهات تاعها راهي كاينه من بعد ننشرها لكم، ورحت خلصتها ثاني في عنتر. بالتالي انا واحد من الناس نفرح اذا الناس اللي اخطات في حق الوطن، نفرح انها تتعاقب وتتعاقب بجريمتها، لان الجريمه تاع الخيانه العظمى هي اكبر جريمه يمكن ان يتهم بها اي انسان، هي اكبر جريمه وهي الجريمه الوحيده اللي تستاهل اكبر عقوبه كاينه في القانون. هاك معايا انه الناس هذو اذا خاونا راهي كارثه. اذا مدير المخابرات الجزائريه الحالي اللي مازالوا اون بوست يخون الجزائر لصالح فرنسا كما قالت المعلومه، هذا امر كارثي. أنا صحفي حاولت أجرب نعطي المعلومة الصحيحة، أنا هذه المعلومة
ما نقدر نأكدها، ما نقدر ننفيها للساعة هذه، لأني لا أمتلك الأدلة، ومن يمتلك الأدلة يجب أن يعطي حق الشعب الجزائري في الحصول على المعلومة كاملة. أنا برك نقدر نكون أي حاجة في الدنيا، بصح ما نقدرش نكون غبي أنه أي معلومة تعطيها لي نسمعها ونعملها، ما نقدرش نعملها حتى نشوف أدلتها. نشوف أدلتها، أعطونا الأدلة اللي تثبت بلي محمد مدين وسعيد بوتفليقة وبشير طرطعك ارتكبوا جرم الخيانة العظمى لصالح دولة فرنسا، يا خويا وحاسبهم وقلب ورب معك القايد. أنا واحد من الناس ماشي ندير لك عقدة القايد، ندير لك عقدة ونقول لك يعطيك الصحة والله يكثر خيرك، وإحنا كنا نتبعوا في الحيرات وكذا ونتبعوا في الدراهم اللي هايتونها وتسرق من كولينا وكذا، وما كناش فايقين باللي هذا الناس يوصلوا لهذه الدرجة وين يقدروا يخونوا البلاد لفرنسا. هذه يقولها لك، سعيد المعلومة هذه ما كايناش. راهي مشكلة ثانية، لأن المعلومة هذه راهي تداولها اليوم كل المنصات الإعلامية الدولية، وهذا شرف وطن. إذا مدير المخابرات تاعنا خاين، علاه مخليه في بلاصتو من الأربعاء الخميس الجمعة والسبت؟ مدير المخابرات باش تطلق مازالو مدير المخابرات هو خاين، هاي كارثة. سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية، لكم تقولوا بلي هرب بالكاشي وأنا مقتنع بلي هرب بالكاشي، مازالو في البوست تاعو وهو متهم بالخيانة العظمى وعنده 4 أيام. يعني كارثة، قادر يدير لنا أمور كارثية يا أخو. هذو ناس عندهم مناصبهم، بالتالي الناس هذو إذا صار ارتكبوا هذه الجريمة وأنت شفتهم وعندك الأدلة تاعهم، الأصل أنهم يقدموا للعدالة. كما اليوم تم اعتقال علي حداد وكذا وعدد من رجال الأعمال وتم منع الطائرات بالسفر، الأصل هذو الناس يعتقلون، لأن الناس هذو اليوم في قيم الجمهورية مازالوا يشغلوا مناصب رسمية، مازالوا يقدروا يمدوا أوامر، ومازالوا يقدروا يمدوا معلومات. كيف أنت تخلي مدير مخابرات تقول عليه خاين، وتخلي مدير مخابرات اللي عنده كل الملفات اللي هو بشير طرطاك تخليه أون بوست 4 أيام وتخرجها في الصحافة؟ أصل المهنة اللي نعرفها أنا أنه المعلومة كي نخرجوها احنا في الصحافة تكون فرات، يعني إذا كاين خاين تكون قبضت عليه، كي تقبض عليه نخرجوا المعلومة، لأنه الخاين كي تخرج عليه معلومة قبل ما تحكموا الأصل أنه يهرب. أنا هذا وجاني دو موندي خالتي، أني دو موندي فهمونا، وزارة الدفاع الوطني دير لنا بيان، لأنه هذه المعلومات خطيرة جدا، وتهدد سلامة وطن، تهدد الأمن العام، معلومات كارثية، وبالتالي من حقنا كمواطنين، من حقي كصحفي أني نوصل لمصادر المعلومة، ومن حقي أني تعطيني المعلومة الصحيحة، ماشي تعيط لي في التليفون تقول لي ديرها ونديرها، أعطيني المعلومة الصحيحة، وراي المعلومة أنا نشوفها. هذا مكان، أنا لا راني نكذب في القايد، لا راني ندافع على واحد. راني نقول هذه المعلومة إذا صحيحة الناس هذو يسألوا الإعدام، بس أعطينا أدلة وما تخليهمش في مناصبهم. هذا ما كان. وإذا البيان تاع وزارة الدفاع الوطني ما كانش يهدر عليهم، لازم وزارة الدفاع الوطني ثاني تخرج لنا وتقول على من راهي تهدر، ما تقوليش أشخاص مشبوهين يحاولون إثارة الرأي العام ويحاولون الفتنة ويحاولون كذا، لا تذكرهم بأساميهم. هذه الناس راهم تعدوا على حرمة وطن، الناس هذه راهي تخرب في فتنة وطن. وبالتالي البيان تاع وزارة الدفاع الوطني الأصل أنه كان يتم ذكر كل الأسماء. من الاسماء انا نملك انت تا وزاره الدفاع الوطني، تا مؤسسه نتاع دوله، انت جيشي، انت رزقي، نملك انت، اعطيني المعلومه، وراي المعلومه. اشخاص مشبوهين يثيرون الفتنه ويمشوا مع مصالح اجنبيه. انا حتى الساعه هذه مازال ما فهمتش مليح القضيه، على بها ما علقتش عليها، حنبقى نتبع في القضيه حتى نوصل للنتيجه اللي نوصل ليها حننشرها لك. هذا ما كان. السلام عليكم.